السلام عليكم. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عشان الناس اللي كانت بتشتكي بالنسبة لتخطيط سنة خمسة، الناس اللي كانت بتشتكي إنه أناليسز أنا مش فاهم أعمل إيه في المشروع، أعمل إيه في الاستراتيجية بتاعتي. النهاردة أنا إن شاء الله هشرح لكم المحاضرة بتاعة السوات أناليسز، إزاي بنتكلم في مشكلات، في معدات، في إمكانيات، في استراتيجية، زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. وكان في محاضرة اللي فاتت اللي كان دكتور احمد فتحي شرحها لكم في المحاضرة في الكلية، ان في خطوات للمشروع. وقلنا ان خطوات المشروع ان انا اول حاجة بجمع وبجهز وبعرض المعلومات بتاعتي اللي هي الداتا جاذرنج، اللي هي الخرائط اللي احنا اديناها لكم، الداتا بيز بتاعت الخرائط. بعد كده بقى حلل الوضع الراهن، اللي هو اللي احنا كنا ازاي بنفتح الاتريبيوت تيبل ونعمل اد فيلد ونبتدي نحط فيه البيانات، واحنا اوريدي بعد كده اديناها لكم جاهزين. وبنعمل بعد كده البافر اللي سلمته الاسبوع ده، كليب والاوفرلاي. وطبعا البافر والكليب والاوفرلاي اللي محدش منكم عمله مظبوط، وده كان مشروح يعني عشان الناس هتقول اصل احنا مش فاهمين، ده كان مشروح لكم اوريدي في المحاضره. فانتوا المفروض كنتوا تطلعوا اوفرلاي كامل للخرايط مع بعض. بعد كده بندخل بعد ما نخلص اللي هي الداتا بريبريشن، بندخل على مرحله ايه الحلول او الماتريكس بقى والكويريز، وان انا ازاي بقدر استعلم عن الحاجه وابتدي اطلع استراتيجيه للبديل بتاعي. وده كان المفروض يتم عن طريق الجي اس طبعا، بس لظروف الحاليه اللي حاصله في البلد ربنا يعفى عننا جميعا، فاحنا قررنا ان احنا نوقف مرحله الجي اس عند الاوفرلاي. بس لازم تبقى عامل الاوفرلاي مظبوط، لان لازم تبقى عامل الاوفرلاي مظبوط بالجداول، لان بعد كده انت هتكمل بعد كده سواء فوتوشوب بقى، سواء مانيوال، سواء جي اس اللي عايز يكمل منكو، سواء اوتوكاد، واتيفر هتكملوها ازاي، هتطبعوها وتحطوا كالكات عليها وتشتغلوا. وانا اوريدي بعت لكم امبارح مشاريع مشابهة لمنطقة شبه جزيرة سيناء، يعني المنطقة الكاملة الناس عاملاها عادي على لوحة عادية. فانت لازم عشان يبقى عندك كم المعلومات ده تكون عامل الاوفرلاي، لان الاوفرلاي هو اللي جمع لكم كل المعلومات ببعض، والا تبقوا نصابين يعني. فعشان تفكر في الاستراتيجية دي يبقى لازم تعرف ايه هي، بحلل البيانات ازاي، بعمل مشكلات ومحددات وامكانيات ازاي، او سوات اناليسز. ودي نوعين، المشكلات والمحددات والامكانيات اللي هو بنقول عليها بي سي بي اللي هي بروبلم بوتنشال وكونديشنز، دول نوع. النوع التاني السوات اناليسز، وده نوع تاني. انتوا كنتوا اخدتوا اوريدي محاضره سوات قبل كده في سنه رابعه في تخطيط 2، بس احنا بنعيدها تاني. بالنسبة للمشكلات والمحددات والامكانيات، احنا بنتكلم دايما بنفصص المشكلات. انا ما كانش عندي مشكلة انك تاخدوا الهيدر لاين بتاعتها هي هي وتعملوها، لكن للأسف انا لقيت ان الناس معظمها واخدة الشغل اللي انا بعتها وحطاه زي ما هو ومغيره شوية حاجات. يعني انا لقيت ان كان ناس كانت بقناة السويس وسينا، احنا ما بنتكلمش على سينا، احنا بنتكلم على قناة السويس بس. فان سرقت يعني استنصح، وانت بتسرق ما تنزلش الحاجه زي ما هي، خد الهيدلاين، يعني خد كلمه مشكلات ومحددات وامكانيات، خد مشكلات بيئيه، عمرانيه، اجتماعيه، بنيه تحتيه، وابتدي غير بقى في اللي جواها بالبحث اللي انت كنت جايبه. يعني احنا كنا طالبين اول اسبوع يا جماعه في الترم بحث عن تنميه محور قناه السويس، وانتوا اوريدي كنتوا جايبينه، فرغوا بقى اللي انا طالباه كنت منكم، اللي انتوا هتسلموه تاني الاسبوع الجاي، فرغوا البحث اللي انتوا كنتوا جايبينه اول اسبوع تاني في صوره الجداول اللي انتوا شايفينها قدامكم حالا، فرغوا صوره البيانات اللي معاكم، فنطوها لمشكلات بيئيه وعمرانيه واجتماعيه وبنيه تحتيه، لمحددات طبيعيه وغير طبيعيه، لامكانيات عمرانيه واجتماعيه وسياحيه وبيئيه، فرغوا الكلام ده في صوره الجدول ده واعملوه. الموضوع مش محتاج حاجه غريبه او ان انتوا مش فاهمين وبعتين تايهين ومش فاهمين حاجه، لا، هو كلام مفهوم. انتوا بتتلككوا يعني بتوع سنه رابعه عندهم حق، انما انتوا بتتلككوا. ف الاصول طبعا الماديه، لو عندك محميات طبيعيه، لو عندك ثروه معدنيه، وده برضو كله موجود في البحث اللي انتوا عاملينه. انتوا لو نزلتوا الاستراتيجيه اللي منزلاها الدوله في تنميه محور قناه السويس بي دي اف من على النت، اللي هي التنميه العمرانيه المستدامه، لو نزلتوها من على النت هتلاقوا كتاب كده محترم عن تنميه محور قناه السويس، هتقدروا تطلعوا منه كل السلايد شو اللي قدامكم دي وتعملوا زيها وتمشوا على نفس النهج. الموضوع هتلاقوه ابيس اوف،
كيك. هنا السوات ده شكل السوات زي ما انتم شايفين، انا مقسماها نقط قوة ضعف opportunities اللي هي الفرص، threats اللي هي المخاطر. هنا هرجع تاني اقول الفرق بين strength والفرصة، والفرق بين weakness والthreats. strength انت عندك قصور مثلا في شبكة مية، عندك قصور في شبكة كهرباء، او عندك سهولة وصول المنطقة للمطارات، دي نقطة قوة. الفرصة بقى اللي هي ليها حاجة بتدخل فيها الحكومة، او حاجة اقليمية بمعنى اصح في الكورس بتاعنا احنا حاجة اقليمية اللي هي ايه، الموقع بتاع قناة السويس ان هي في موقع متميز، دي موقع اقليمي فيبقى دي فرصة مش نقطة قوة. نقطة القوة ان هي يعني انتوا هتلاقي هنا متكرر الموقع المتميز كمدخل لمصر وكمدخل لمصر ماشي، بس هنا ايه القوة كموقع متميز لمدخل لمصر ايه، ان انا هقدر اوفر اقتصاد، هقدر اعمل انشطة. انما في الفرصة الموقع المتميز كمدخل مصر ليه حاططها في الفرصة؟ لان دي حاجة امنية political، حاجة ليها علاقة بالاقاليم التخطيطية اللي حواليها، يعني هي نفس البوينت بس مرة بقت في القوة مرة بقت في الفرصة. هنا في القوة عشان اقدر اعمل لوجيستيك اريا زي ما قلنا في البدال بتاعتنا مثلا، اقدر اعمل منطقة صناعية، اقدر اعمل مطار كتخطيط اقليمي. طيب انما في الفرصة هي منطقة استراتيجيك بينها وبين الاقاليم، فهمتوا الفرق؟ فده الفرق ما بين امتى تبقى فرصة وامتى تبقى قوة. هنا ليها علاقة بالحكومة بالامن، دي في الفرص. انما في السترنس ليها علاقة بالنشاط بالتخطيط اللي هعمله بالاكتيفيتيز اللي هقدر اوجده. نفس الكلام في الويكنس والثريتس، ان الويكنس نقطة ضعف عندي في ان انا مثلا في منطقة مخرط سيل او في منطقة فوادق زلزال، فانا مش هقدر ابني على الحتة دي، مش هقدر اعمل عليها منشآت ثقيلة، فدي نقطة ضعف تمام. انما مثلا لو هاجي اتكلم على المخاطر، انا عندي اقليم قناة السويس مثلا بعيد كل البعد عن نهر النيل، فمش هقدر اربط بينهم. انا عندي عمق قناة السويس ضيق، دي حاجة ليها علاقة بالحكومة ليها علاقة بالامن، فدي مش هتقدر تخليني ابعد فيها سفن ضخمة، فده بقى ليه علاقة بالامن فبقى ثريتس. انما ان انا عندي تجمعات عمرانية، ان انا عندي اراضي صالحة للزراعة مش كتير، فمش هقدر اعمل زراعة كتير، فدي بقت نقطة ضعف. فمن الاخر كده زي ما قلنا قبل كده السنة اللي فاتت، strength weakness بشر بنقدر نوجد ليها حلول، opportunities وثريتس حكومة دولة امن اقليم ما بقدرش اتدخل فيه، انا ما بقدرش اتدخل فيه خلاص، حاجه بتبقى قدامي ميجرمنتس ما اقدرش اشتغل عليها. طيب ده شكل السوات زي ما شفنا اللي فات ده. طب لو هتكلم بقى ازاي اعمل حلول، لازم احط فيجن رؤيه، لازم اعمل استراتيجيه، لازم ابتدي احط alternatives مشروعات تنميه مقترحه. فلو هنتكلم على اقليم قناه السويس، وانا اوريدي اهو بعت لكم الرؤيه بتاعته، فبتكلم على تنمية شاملة سواء كانت عمرانية اجتماعية اقتصادية، استغلال امثل للموارد، الاستدامة. خلي بال حضرتك من حاجة، انت احنا مش عايشين في بؤرة من الزمن، بنتكلم عن اقليم قناة السويس الشريط المحور اللطيف الرفيع ده، بس لازم جدا في عين الاعتبار دايما ببص على يمين وشمال. يمين وشمال عندي انا بعمل ايه؟ هل تنمية المحور فقط ولا لازم ابص للمدن اللي حواليا؟ في عندي محافظة السويس، بورسعيد، إسماعيلية، في شرق التفريعة، في المدن الجديدة المقترحة، في فرص جذب استثمار، في أقدر إن أنا العين السخنة بعمل مناطق لوجيستيك. فالحاجات دي كلها بعملها إزاي؟ فده لازم تحطوها في عين الاعتبار كويس قوي قوي في الاستراتيجية. وهتلاقوا هنا انا حاطه لكم اكزامبل انا ازاي بعمل استراتيجية من الناحية العمرانية الزراعية الصناعية، وازاي بحقق الاستغلال الامثل للموارد. فحضرتك بتشوف برضو المنطقة بتاعتك من خلال البحث اللي انت عملته،
ايه اللي موجود فيها على الناحية العمرانية، ايه اللي موجود فيها على الزراعة، ايه اللي موجود فيها على الصناعة، ايه اللي موجود يخص الاقتصاد، ايه اللي موجود فيها يخص السياحة. وبتبتدي تقول والله انا هحط مشروعات مقترحة، هحط مشروعات عمرانية، او هحط مدن جديدة. ده اللي هيبان عندك في البديل بقى في الرسم، هتحط حضرتك مدن جديدة في اماكن. المدن الجديدة دي حطيتها بناء على ايه؟ هتلاقي عندك مشروعات زراعية، هتقول والله الاريا دي انا هعمل فيها زراعة، انا عندي ترعة السلام، انا عندي ترعة الاسماعيلية، والله انا هعمل زراعة في الحتة دي. زراعة من نوع الف ولا من نوع ب ولا من نوع جيم؟ يعني ايه الف وب وج؟ يعني زراعة بتعتمد على الترع والمصارف، ولا زراعة بتعتمد على قناة، ولا زراعة بتعتمد على الأمطار؟ ومحتاجين حضراتكم تعملوا بحث على الكلام ده، وتشوفوا زراعة مثلا الطماطم والخضار والخيار والحاجات دي، دي بتعتبر صناعة، دي زراعة ثقيلة ولا متوسطة ولا خفيفة؟ نفس الكلام في الصناعات، بشوف والله أنا هوزع توزيعات الناس اللي كانت ناقشة البدايل بتاعت الناس الدفعات اللي قبل كده وحاطينها، دي مش شوية ألوان فوتوشوب وكلر واحنا ملونين. الألوان اللي انتوا جبتوها دي اوكي، بصوا على البديل اللي انتوا جبتوه ده. البدايل دي متقسمة زونز، متلونة شوية ألوان كده، أحمر وأخضر وموف وبمبة. الأخضر ده اللي هو الزراعة، الأخضر زراعة والموف اللي هو الصناعات، والبمبة ده اللي هو السياحة، والأحمر التجارة. شوفوا الناس دي فكرت ازاي، عملتها ازاي، ازاي الصناعات الثقيلة اللي هي محتاجة طرق من نوع ألف، أو من نوع الصناعات المتوسطة اللي محتاجة نوع ب الطريق بتاعك، الصناعات الخفيفة. حلو انك تفكر بان انت دايما تشتغل على الثلاث محاور، يعني ايه؟ يعني اعمل زراعة، وبعدين اعمل صناعة تبقى معتمدة على الزراعة، وبعدين تعمل تجارة تبيع فيها بوثز على الصناعة. وده هتلاقيه كويس قوي قوي في المشروع عندك، عشان المناطق اللوجستية اللي عندك اللي انت المفروض تقترحها، فده هتلاقي الموضوع. وانت عندك مطارات، فده كمان برضو يعني خرائط الجي اي اس يا جماعة دي ما ينفعش تترمي، دي لازم تطبع A3 هات اللي بتاعت الوضع الراهن، تحطوها فلايرز فوق بعضها، وتحطوا الكلك عليها، وتبتدوا تطلعوا من كل خريطة ايه المهم في البديل. يعني كل خريطة احط عليها كلكاية واطلع ايه المهم، واكتب جنبها كده بخط ايديا، انا والله انا شايف من الخريطة دي ان انا عندي مطارات 1 2 3 دول مهمين قوي في البديل. هفتح مثلا خريطة المخرات، انا عندي مخرات في الحته دي لازم اخد بالي منها. هفتح خريطه الطرق، انا عندي الطرق الرئيسيه اللي هي كاتيجوري ايه، طريق كذا وطريق كذا وطريق كذا والكريمات، دول لازم احطهم في عين الاعتبار ان لازم الصناعه الثقيله تبقى قريبه منها عشان العربيات الثقيله. هاجي مثلا افتح الغاز، هاجي افتح مثلا الليثولوجي، دي مهمه جدا جدا جدا، خريطه الليثولوجي بتاعت التربه، والله انا شايفه ان التربه دي فيها عندي مياه جوفيه، فانا دي هتطلع لي زراعه. هو الجي اس كان بيسهل لنا الحاجه دي، ان انا كنت اوريدي بامر بيطبق لي كل الكلام ده، فخلاص احنا مش قادرين نعمل ده دلوقتي فنعمله بايدينا. المعادن، المعادن الموجوده والمواد الخام اللي موجوده، مواد الانشاء، الخريطه دي مهمه جدا، لان انا طبيعي جدا انتوا عملتوا بافر، عملتوا بافر للبوينتس دي، البافر ده انا بعمله كده لله الوطن؟ لا، لان المنطقه دي انت عندك معدن، يبقى هعمل في صناعه بيولوجي كده. انت عندك اسمنت، عندك سيليكا في الحته دي، سيليكا اللي هي اللي بتستعمل في الطاقه المتجدده، مشروعات الطاقات، يبقى انا هعمل الحته دي في الطاقات. انا عندي حته في الكونتور عاليه، يبقى دي هستعملها في الطاقه المتجدده في الرياح. انا هعمل عندي محاجر، عندي حقول بترول، يبقى هعمل مصانع قائمه على الحته دي. يبقى انا بشتغل على قديمه بقى، كلكات، وبحط على الخرايط اللي بتاعت الجي اس اللي عملناها ولونوها كده وظهروا السيمبولوجي بتاعتها. واعتقد ان السيمبولوجي انتوا عارفينه ازاي بيتعمل، ولو انتوا مش فاكرينه انا هقوله لكم اهو. انت بتقف على الفيتشر كلاس اللي عايز تعمله، وتعمل رايت كليك بروبرتيز، وتدوس على حاجه اسمها سيمبولوجي، هتلاقي في الجنب حاجه اسمها كاتيجوريز، بتدوس عليها وتخلي الفاليو بتاعك الفيلد اللي انت عايز تعمل عليه، اللي هو مثلا لو انا بتكلم في ليثولوجي فبقوم دايس على الليثولوجي واقول له اد اول فاليوز، فبيقوم منزل لك كل اللي في الليثولوجي وملونها لك،
قلت له ابلاي اوكي، فعمل لك الخريطه ملونه، عملها لك ملونه. وبعدين اعملها يا سيدي بعد كده من بيج اند برنت سيت اب، اكسبورت، اكسبورت جي بي جي، اكسبورت، اكسبورت جي بي جي، و هتتحول صوره اطبعها A3 هي، اطبعها اي نوت، وات ايفر انت عايز ايه، حط كلكات عليها زي الديزاين. يا جماعه احترموا الماده شويه، انا لن اتغاضى ان يتسلم حاجه كويسه، مش معنى ان انتوا بعيد وان احنا شغالين اي ليرنينج ان احنا نسلم اي كلام، لا، تخطيط سنه رابعه بعاد وبيسلموا شغل كويس جدا. فلو سمحت اعمل كده، اطبع شغل تاني، تقف على الفايل رايت كليك بروبرتيز، تقف على حاجه اسمها سيمبولوجي، هتلاقيها الشاشه طالعه لك سيمبولوجي، هتلاقي كاتيجوريز، هتخلي الفاليو بتاعتك فوق في البوردر فوق، هتلاقوا الفاليو بتاعك ليثولوجي مثلا، لو انا بتكلم على خريطه الليثولوجي ده اللي هو اسم الفيلد يعني، هتخليه ليثولوجي وتعمل له اد اول فاليو، هينزل لك بالوان الجي اي اس، مش عايزك تلونها بالوان معينه يا سيدي. قول له ابلاي اوكي، واقف على بيج اند برنت سيت اب، هتلاقي حاجه اسمها اكسبورت، اكسبورت جي بي جي، هتكسبورتها صوره وتطبعها وتحط عليها كلك وتبتدي تعدل وتطلع من كل خريطة ايه المهم فيها، من كل خريطة بطلع ايه المهم فيها. لو طلعت ايه المهم على كلكاية وحطيت الكلك ده على بعضه، دبسته على بعضه ورحت شافف كل بقى اللي انت مطلعه ده، هتطلع فكرة البديل، هتلاقي الموضوع طلع معاك بمنتهى السهولة واليسر. ده شكل اهو اللي انا بقوله، دي السينا بالكامل. الناس دي كانت بتفكر ازاي تعمل ايه اللي موجود عندها، مفصصين الخرائط نفس اللي انا بقوله لك بالظبط، كانك حطيت كلكايه وشافين ايه الخرائط اللي موجوده. محاضره سهله جدا، ما فيهاش مشكله خالص، اعتقد كده الدنيا مستوفاه، واعتقد كده ان احنا فاهمين ايه المطلوب من حضراتكم. الاسبوع الجاي ان شاء الله هتسلموا الاستراتيجية تاني بتاعة تنمية محور قناة السويس، وهتسلموا لي بداية فكرة بديل، بداية لفكرة بديل. لو احنا شايفين دلوقتي كده، انا طلعت لكم اهو اكزامبل ل المشروع بتاع محور قناة السويس قبل كده، هتلاقوا الناس هنا مفكرة ايه الالوان اللي قلتلكوا عليها، ازاي مقسمين الدنيا، شايفين هنا بالتفصيل الليجند بتاعي هنا، لو انا بتكلم على الرينيوبل انرجي هوفر طاقات متجددة فين مكانها، بقترح مينا، بقترح خط سكة حديد، بقترح طريق، المين انترنس بتاعت المدينة عندي ايه هي، او المحور بتاع قناة السويس ايه هو، الطرق بتاعتي كاتيجوري A و B و C، وهتلاقوا هنا واضحة جدا بالالوان الاسود والاحمر والازرق. هتلاقوا هنا دي الاستراتيجية بتاعت المكان، ازاي هنا كان البديل بتاعهم بيكلموا على السستينابيليتي، ازاي يحققوا السستينابيليتي. طبعا الكلام ده مطلعش الا بمجموعة ليرز كتير جدا 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 اللي انتوا شايفين، وده اهو لو بصينا كده على التفاصيل اهي، لو قربت كده هتلاقوا هنا اهي انواع التربة اللي انتوا كنتوا عاملينها او اللي احنا مدينها لكم، البافر زون بتاع البيلدينج ماتيريال، الطرق الموجودة، السكة الحديد الموجودة، شوية الالوان اللي انتوا شايفينها دي مش الوان كده، دي عندك ترعة السلام، فنو واي ان الحتة دي، الحتة اللي انتوا شايفينها دي نو واي انك تيجي تقول لي انا هعملها تجارة ولا هعملها صناعة، دي اكيد زراعة. مادام عندك ترعة سلام يبقى انت بتاخد بافر يمين وشمال، وانت نازل لكم اوريدي الموضوع ده، دي زراعة، معمولة زراعة، فالموضوع مش صعب، الموضوع سهل جدا، بس محتاج منكم تركيز. لو جينا هنا هو على السستينابيليتي زي ما اتكلمنا، الناس هنا بتتكلم على رينيوبل انرجي، بيفكروا فيها ازاي، بيطوروا منها ازاي، اهي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده اهو، بيكلموا هيعملوها ازاي، طواحين الهواء او طاقة الرياح هتتوفر بأي صورة ومكانها فين، طبعا شفتوها على الخريطة، السولار شيبس نفس الكلام، لو انا هعمل زراعة بالتنقيط او بالتقطير فالزراعة دي هتبقى فين، البيوماس انرجي لو هتعمل بيوماس طاقة اللي هي الكتلة الحيوية هتعملها ازاي، شكل هنا عاملين حسابات طاقات
السولار والويند دي هم عاملينها كانوا. فده اكزامبل واضح وصريح للاستراتيجية والبديل، وزي ما انتوا شايفين كده دي كانت مجموعة الاستراتيجيات بتاعتهم اهي فوق، ان هم كانوا بيفكروا ازاي والخرايط تركيبتها على بعض ازاي، وده البديل الاولاني اللي طالع معاه، وبعدين تطوروا وبعدين طوروا لغاية ما وصل للبديل ده. فالموضوع مش صعب يا جماعة، الموضوع سهل. ان شاء الله الاسبوع الجاي بإذن الله، ان كان لينا عمر، يوم الثلاث الجاي هنسلم استراتيجية اللي هي السوات اناليسز والمحددات والمشكلات والامكانيات والاصول زي فايل الباوربوينت اللي انتوا شايفينه قدامكم. تاني هرجع لكم، مش عايزه الكلام متكرر، انا عايزه الحاجات اللي لقيتوها في البحث بتاعكم توظفوها. وانا اوريدي نزلت لكم كمان شكل تاني للمشاريع امبارح فيها شكل الجداول عامله ازاي، وحضرتك هتقول لي الاستراتيجيه بتاعه البديل اللي هتشتغل عليه ايه هي، هتفكر ازاي، الكلكات اللي انتوا هتشتغلوا عليها دي هتصور لي الكلكات وتحطها دي، هتصور لي الكلكات عادي جدا وتنزلها لي. لو سمحت يا جماعه الشغل اللي انتوا عملتوه بعتولي امبارح الصور، يا ريت نحاول ننزله على السايت بتاع الاكاديميه، يا ريت نحاول ننزله على السايت بتاع الاكاديميه. لو في اي استفسار انا معاكم، تقدروا تسالوني في اي وقت عن اي حاجه انتوا عايزينها على الفيسبوك، بس يا ريت تسالوا بطريقه مهذبه لان احنا بنتعب جدا جدا عشان نوصل لكم المعلومه. شكرا. ان شاء الله الاسبوع الجاي محاضره جديده.